من زيادات لأسعار السلع والمواد الغذائية. أنا سعيد جدا بالتقرير ده، وأنا بصفة شخصية يعني هعكف على دراسته عشان أستفيد منه وأحلل اتجاهات الناس وآرائها. زي ما قلت لحضرتك أنا عاوز أستفيد من آراء الناس عشان أوجه الإجراءات لتلبي طموحات الناس واحتياجاتهم في هذا الأمر. الجهاز إحنا حددنا رسالته في محاور مختلفة، ومحور مهم اللي علينا دور أساسي كمان فيه هو التوعية والرقابة والحماية. كيف أعمل من خلال المحاور دي كلها في إجراءات متوازية؟ إحنا علينا دور إن إحنا نوعي الناس، أوعي المستهلك، أوجه له رسالة المواطن كيف يستهلك الاستهلاك العادل لما أخذ احتياجاتي فقط، علشان ما أخليش أديش فرصة للتاجر إن هو يستغل فرصة التكالب على سلعة معينة فيرفع الأسعار أو يحجب السلعة أو يخبيها عشان الناس تبقى شايف الناس بتدور عليها. الاستهلاك العادل ده بيأكد للتاجر أو مقدم السلعة أو المنتج إن هو ياخد خطوة للخلف في تعامله ويحترم إرادة المستهلك. محتاج أوجه رسالة للتاجر وأنا بعمل مدونة، ويمكن حتى كان فضيلة المفتي كان في إفطار معايا وقلت له أنا أعمل مدونة أخلاقيات التاجر الأمين. لازم أوجه رسالة للتاجر وهو بيتعامل مع الطرف ان هو يراعي الله، يراعي قيمة المواطن المصري، يراعي الدولة بتمر بإجراءات تجاوز التحديات. هناك مرحلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الضرورية اللي بتقوم بها الدولة لا يمكن أن يستغلها التاجر لمصلحته. يعني هذه الإجراءات إذا استغلها التاجر ان هو يحقق هدفه فقط، ان هو يحقق ربح بصرف النظر عن المستهلك، لابد أن يضع قدامه احتياجات المستهلك، قيمة المواطن المصري، ما يبقاش في جشع، يقدم له السلعة بالشكل المطابق للمواصفات بالجودة العالية بالربح، هامش ربح عادل. مش لازم أغالي في الربح. وإحنا في هذه الإجراءات لازم أحترم احتياجات المواطنين. على محور التوعية يا مصطفى بيه، أنا محتاج هشتغل بفكر غير تقليدي زي ما بنقول خارج الصندوق. أنا محتاج أوعي الناس من محاور مختلفة. هدخل الجامعات، الجامعة فيها نائب رئيس جامعة لشؤون المجتمع والبيئة. إزاي نفعل دورنا مع بعض؟ الجامعة تدخل هذا المجال وتقدر نوعي الناس في محيط الجامعة، كل جامعة في محافظة معينة نقدر نجيب رموز من كل دائرة المحافظة مع طلبة الجامعة مع أساتذة الجامعة، ونقدر نخلق منظومة للتوعية بثقافة الاستهلاك وثقافة التعامل مع هذه المنظومة. أنا بنسق مع وزارة الأوقاف إن يبقى في خطبة جمعة عن حماية المستهلك. جميل. الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية كانت سباقة في التعامل، وأنا بعتبر إن حقوق المستهلك هي أحد أهم حقوق الإنسان اللي نصت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية منذ 14 قرن. المواثيق الدولية، الدساتير، القوانين كلها بتنظم هذه الحقوق، مش بنعمل حاجة جديدة. لا. إزاي إيه المانع إن يبقى خطبة الجمعة وفي الكنائس وفي كل المحاور ان انا اقدر اوجه رسالة للمواطن المستهلك ان هو ثقافة الاستهلاك المعتدل وثقافة التعامل مع السوق، وللتاجر هوجه له رسائل دينية. يمكن لما نتعامل معاه من البعد الديني والبعد المجتمعي يمكن ربنا يكرمه ويقدر يستوعب احتياجات المواطن المصري. نعم. وان هو عليه دور. نعم. ان هو يبقى امين في تعامله مع المواطن وفي. نعم. تقديمه للسلعه. نعم. بالشكل المرضي.